علاقة الأديب الكبير الأستاذ جمال الغيطاني بالجيش. عندنا شهادة من اللواء فؤاد حسين نائب مدير المخابرات الحربية الأسبق عن علاقته بالأستاذ جمال الغيطاني أثناء حرب أو من حرب الاستنزاف حتى رحيل الأستاذ جمال في 2015. نشوف مع بعض. اتعرفت على الأستاذ جمال الغيطاني تقريبا سنة 67 بعد الحرب. كان هو مراسل عسكري وكان بيجي المخابرات الحربية ياخد تصريح عشان يروح الجبهة. التصريح دي كانت بتطلع من فرع الأمن، مجموعة هناك مسؤولة عن التصريح. فتقابلنا هناك فرع الأمن، أنا كنت بتردد كتير وهو بيجيب التصريح، وأنا كنت ساعتها بشتغل في المخابرات الحربية. فبدأت علاقتنا من ساعتها ان هو بياخد تصريح بينهم جبهه وبيكتب موضوعات وكده. بقيت انا اسرب بعض القضايا للاستاذ جمال الغيطاني. واحنا على فكره مسكنا قضيه التجسس فيكتب عنها كلمتين صغيرين كده. بعد ما الاخوان مسكوا الحكم وبقوا بعض المتهمين بقتل السادات يطلعوا في التلفزيون ويحضروا احتفالات اكتوبر، عملت كتاب تاني اسمه المؤمن الذي قتلوه. هو اللي اقترح عليا الاسم، ما تصدقش عليه. انا كنت مصمم ان الكتاب ده يتنشر لانه طلعت كتب كتير في السوق بعد اغتيال السادات، حوالي 22 كتاب بيتكلموا عن اغتيال السادات بمعلومات مش مظبوطه. فرحت الاستاذ جمال الغيطاني، استاذ جمال الكتاب ده لازم يطلع، بس اللي ما اقدرش اطلعه دلوقتي هتحاكم، فانا هكتب لك وصيه على يد محامي. قلت له انا عملت كتاب كذا وكذا وكذا، وان انا شايف ان الكتاب دوت لازم يتنشر للامانه وللتاريخ، وان ولادي من بعدي مش عارفوا ينشروه، ما لهمش سكه او مش هيهتموا ان هم ينشروه، ف أرجو أن أنت تنشره بعد وفاتي باسمي. قال لي الأمر بيد الله. قلت له أصل إحنا عدينا 70، فإحنا في الوقت بدل الضايع، فيعني قال لي الأمر بيد الله. فضل الكتاب ده طبعا عنده لغاية بعد الوفاة. محمد ابنه جه قال لي في وصية وكتاب حضرتك عملهم لبابا، فرجعت له لا مش عارف. في 2014 كده كنا قاعدين في الاخبار، وبعدين بقول له انا عاوز اروح وزاره الثقافه عشان انا استلفت كتاب من وزاره الثقافه سنه 67 عن اسمه موسوعة سينا، ما كانش ان النشر ده توزع على الوزارات. رحت وزارة الثقافة استلف الكتاب، فمدير مكتب وسيادة الوزير قال لي هات لي جواب من مدير المخابرات. قلت له حاضر. رحت لمدير المخابرات خدت منه جواب عشان يستلفني كتاب موسوعة سينا. اداني الكتاب وقال لي 48 ساعة بس. قلت له ما ينفعش حضرتك، الكتاب ده 50 صفحة. ما اقدرش عرفت 48 ساعة، يعني اسبوعين ثلاثة. قال لي هو 48 ساعة بس، فاخدت الكتاب ما رجعتوش، لا بعد 48 ساعة ولا بعد 48 يوم. فات 48 سنة دلوقتي عاوز ارجعه. قعد يضحك، هترجع كتاب بعد 48 سنة؟ قلت له اه، هو اللي قال لي 48 ساعة، أنا هرجعه بس بعد 48 سنة. جمال الغيطاني كاتب عظيم جدا، شخص مهذب ومتعلم وقاري، شخصية فريدة ما تتكررش في الأدب.
والأخلاق وحب للبلد ووطنية ملهاش حد.